اللهم صل على محمد يا جماعة الخير. شوفوا الصراحة يعني واضح يعني ما في مزح يعني الشباب ما هم جايين الفقرة هذه، أبعيش أنا وياكم الفقرة هذه، أنتم معي بالهاشتاج وأنا معكم على الشاشة. و يعني بعضكم يحسب أن مزحة، هي مي مزحة، لكن على طاري مزح في 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 مزح ثقيل وفي مزح لطيف وفي مزح خفيف. المزح هذا مثل إيش؟ مثل الملح على الأكل، إذا زودت الملح خربت الطبخة، وإن مزحت مزح خفيف يعني حطيت ملح بسيط على الأكل جملت الأكلة. ف يعني يقولون الأولين كثر المزح يفرق الحبايب، وبعض الناس يبتل يمزح لين ما يصل مرحلة إنه يفترق هو خويهم، يقول شيء نفسية ذا زعل، أكيد بيزعل، هذه قاعدة ثابتة المفروض نطلعها بالسرابة. تبي واحد من أخوياك ما يكمل معك، امزح معه مزح ثقيل، ابتل امزح معه، المزح له حدود. خلنا نقول لكم السالفة ذي. هذا يقول لكم ثلاث أشخاص اطلعوا للبر، المهم دق عليهم واحد من أخوياهم قالوا السلام عليكم وينكم، قالوا طالعين للبر نبي نروح للمخيم، قال نص ساعة وانا عندكم. مشوا الشباب وخذوا اغراض الطبخ والعلوم الغانمة والعلوم السفرة وطلعوا للمخيم. المهم دقوا على خويهم بعد ساعتين، ابو فلان وينك؟ قال والله اني هذا يلبس وبجيكم. ايه يوم انه تأخر قالوا ما لنا الا اننا نرده له، وشون نرده له؟ بمقلب. أعطونا الأفكار عندكم، هم ثلاثة وهذا الرابع اللي جايهم. واحد قال شايكم نسوي بك الشيء، والثاني قال شايكم نسوي بك الشيء. جاء واحد منهم قال أنا عندي لكم الرأي الممتاز اعتمدوه، وش رأيك؟ قال اسمعوا، بيكم تحفرون حفرة بالأرض الطولية ودفنون وبقوا راسي وحطوا القدر على راسي وحطوا حصات صغيرة عشان أقدر أتنفس معه، وإذا جاء خوينا أقعدوا سولفوا معه، بعد ما تسولفوا معه شوي قولوا له جبل قدر من بدنا نطبخ. المهم مالكم بالطويلة، وهم قاعدين الشباب جاء خويهم يا مرحبا وعلومك وراك تأخرت، وين الله وين أبو فلان؟ قالوا فلان إنه راح يجي يخلص الشغلة ويجي. يوم صبروا شوي ذا قال خذ البصل وقاعد يقطع، قال تكفى يا أبو فلان جبل قدر. قام خويه يوم رفع القدر ولا هذا رأس خويهم شافه، والحدث هذا على وقت المغرب يعني وقت الشياطين والله يتسفين شرهم، شال القدر يوم شافه انهبل صار يركض ويصارخ راح مخه واثنين هذول يبدأوا يركضون وراه وعجزوا يلحقونه ويركض ويقطع له مسافة لين ما تعب، يوم تعب طاح على الأرض. جاءوا اثنين هذول امسكوا يا فلان بسم الله عليك بسم الله عليك، خلى مصارخ هذا مغرب ان شاء الله لا يدخلك جن، ويسولفون عليه. واحد منهم بدا يقرا عليه قران، يوم انه يا عيال عيب عليكم هالمزح، هالمزح الثقيل ما يصلح اللي تسوونه وما له داعي هالحركه، لو انه داخل جن بهالوقت، لو مخي طاير وصرت مجنون ما له داعي، خلاص اسفين وحنا غلطنا عليك وكو خلنا نرجع. ارجعوا المخيم ويقعدون وبسم الله عليك والله يا انت هجيت هجي، يضحكون على ايه تركض تقول مجنون. المهم يسولفون شايلين هم هذا ونسوا خويهم هالمجنون هذا، المهم مجنون يعني اللي انهبل. قال وين فلان؟ قال فلان اي والله فلان. وهم يروحون لما القدر ويرفعون القدر لقوا خويهم ذا ميت. اما يوم اقول لكم اول السالفه من بحصات عشان يتنفس، هذا شاله وانهبل وجد على القدر غطاه وهجوا ذولا، رجعوا لقوه منكتم. قال لها هم يحفرون يحفرون ويطلعونه، الرجال ميت. يا جماعة خير المزح له حدود، وما يمزح